يعني أمي قالت لي طلق مراتك. الله يهديه. لخلافات يعني بينهم أو مشاكل وكده، وقالت لي في الآخر أنت تحرم علي. فأنا بقى قالت العجوز لابنها طلق زوجتك، إن لم تفعل أنت محرم علي، تحرم علي تدخل علي. ما السبب الذي من أجله قالت لك أمك طلق زوجتك؟ السبب إن في بينهم مشاكل كده، يعني شوية مشاكل كده، والمشاكل ديت مشاكل عائلية. يعني هل زوجتك عائلية ظالمة لأمك تشتمها تضربها أو مشاكل عادية بين النساء؟ حصلت لا مشاكل عابره كده وحصلت مره بس انه هي ايه. لا، اذا هنا اورد العلماء ومنهم شيخ سم تميه، اذا قالت الام لابنها طلق زوجتك دون ابداء سبب داع الى ذلك فلا تطاع، لان هذا فيه نوع افساد والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. ليست كالاب الرشيد، الاب الرشيد اذا قال لابنه طلق زوجتك وكان رشيدا كالخليل ابراهيم غير عتبة بابك، او كعمر لما امر ابنه عبد الله بتطليق زوجته.